بعد فوز النادي الاهلي على فريق الانتاج الحربي ب3 أهداف مقابل هدفين. معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك كابتن سيد الف مبروك، 3 بونت غاليين جدا، 3 بونت صعبين جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا بيلعب البلاس 90، والحمد لله الاهلي فاز في مباراه ولا اصعب، وهو ده الدوري. اللي عاوز دوري يكسب اي فرقه. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، هي مباراه كده، هي دي مباراه الختاميه والمباراه اللي هي بتبقى بتقرب من مسافه الدوري. هو الدوري ما بيجيش غير بالشكل ده، ما تكسلش ولا ثانيه ولا لحظه ولا اي حاجه خالص. انت بتجيب جون ممكن في الدقيقه 85 و86 وبعدين لازم تجيب الثاني عشان تبدا تبقى في الصدر على طول. كل اللي عايز اقوله ان لازم يبقى في اجواء، يعني انا هنبداها طبعا او بادئينها من فرقتنا، لازم الاجواء كلها تبقى مهيئه ان انت تاخد الدوري. الناس عامله جو احباط شويه، يعني جو فيه اكن الدوري خلاص بيسترسب منك ولا حاجه خالص. انت عندك 9 نقط او 9 اسف فاضل لك 9 مباريات، والزمالك فاضل له 7 ضربات جزاء، فانت بتتكلم في عدد من الماتشات يعني بقى قليل جدا. لو قدرنا ان احنا نكسب ماتشاتنا كلها هتبقى صعبه. لا هتفرق فرقه سهله ولا فرقه صعبه ولا فرقه بتنافس ولا فرقه على الهبوط، فوق زي تحت كل المباريات هتبقى بالشكل ده. انت لازم الاجواء، انا بخاطب جمهور اصلا نفسنا جمهور الاهلي كله، بقول له لا اعمل الاجواء اللي عملناها من سنتين واللي عملناها من 3 واللي عملناها من 4، الاجواء كلها تبقى مهيئه ان انت تاخد الدوري. لازم اللعيبه كلها، احنا دورنا برضو ان احنا نحسسهم بكده، هم لازم يحسوا بده، بس الاجواء حوالينا مش هتيجي غير من جمهورنا، انه يحسس الناس كلها لا الدوري بتاعنا، والدوري ان شاء الله الرحمن ما نكسلش في نقطه عرق واحده يعني.